معاكم لاعب عبد العزيز علي، لاعب نادي كاظمه والمنتخب الكويت. العب مرحله 16 18 جروب A. قصه دخولي للغطس هي كنت اشوف اخوي حسن علي يجي البيت معاه ميداليات وشي، فانا شفت الميداليات وحبيت اشارك يعني معاهم، فقمت اروح مع النادي. بعدين الكابتن قال لي ليش ما تنضم معانا شي، ودخلت. اصعب بطولات لعبتها مع النادي هي كانت البطوله العامه 2017، كان منافسيني بدر كندري وجاسم القلاف وسالم القلاف. اما بطولاتي اللي مع المنتخب كانت اصعب بطوله، بطوله ايطاليا، كانت اول بطوله لي برا، فكان عندي شوي توتر وما اديت اداء عدل. طبعا افضل انجازاتي مع النادي هي البطوله العامه، كنت جاي فيها 3 ميداليات ذهبيه، وافضل بطولاتي مع برا الكويت ومع المنتخب هي كانت بطوله الخليج، هم جبت ذهبيتين وفضيه. في بطولات برا تأهلت بس ما جبت مراكز. طبعا من المنافسات اللي بيننا احنا بالنادي انا وبدر الكندري وسالم وجاسم القلاف، وبرا النادي محمد السبتي لاعب نادي الكويت. طبعا طموحي بلعبة الغطس هي العب بطولات العالم، بطولات العرب، بطولات اسيا، وطبعا حلمي العب الاولمبيات. طبعا قدوتي بلعبة الغطس هو اخواني الاثنين حسن قلي واحمد قلي، وهم في لاعبين اولمبيين وعالميين، بس انا اللي حاليا اشوفهم احسن مني وابي اصير نفسهم اخواني الاثنين. طبعا اشهر الاصابات اللي صارت بالغطس هي لاعبين يطق راسهم بالمنط او تنكسر ايدهم، انا واجهت من هالاصابات، هي انكسرت ايدي وهم من طق راسي بالمنط، واللي كنت خايف منها لما طق راسي بالمنط واجهت شوي خوف ورهبه، وليه الحين يعني قام ارجع شوي شوي. كان ان اخواني الاكبر مني يلعبون غطس قام يحوشني شوي تحفيز ودعم منهم وشي، وبالبيت لما نقعد مع بعض كلنا نسولف عن الغطس وشي، ففي تحفيز وانا قام احاول اصير نفسهم واحسن منهم. بعد احنا كلاعبين غطس نحتاج دعم مادي ومنشآت ودعم معنوي، ومنهم يعني تقريبا حفرة سفنج، هذه أكثر شيء نحتاجه علشان نطور من نفسنا. وايد أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب رياضة، في وايد ألعاب حلوة وزينة وتنفعك حق جسمك وحق عقلك وبس. ياسر محمد الرامزي، لاعب تحت 15 المركز حارس مرمى. أول شيء شفت مركز الحراسة من الوالد، شفت أنك تروح معاه لعب كرة، فشفت أن أنا ودي أصير حارس، خذيت هالموهبة منه ولعبت بالعربي سابقا وبعدها بالقادسية وبعدها بفحيحيل الحمد لله. أول شيء أعطاني كمن خبرة يعني لعبت مع وايد لاعبين زينين من الفئات العمرية اللي أنا فيها. أول شيء إحنا نروح التمرين يعني تقريبا نتمرن كتمرين حراس، تمرين يكون حلو يعني مع الزملاء وكذي، والتمرين اللي يركزون فيه يعني علي بالكرات العرضية، الكرات الثابتة. اللي يبي يطورني طبعا في مركز الحراسة كابتن محمد صيام بالكرات الثابتة والركنية قاعد يركز فيها، والكرات الانفرادية يعني أكثر شيء يكون صعب على الحارس، خصوصا إذا كان قصير القائمة، إنه لمن يطلع حق الكرة العرضية إذا كان المهاجم أطول منه. أول شيء الحارس لازم يكون مميز برشاقته وجرأته داخل الملعب وقوته، ويثبت حق الفريق الثاني إنه هو يعني في حارس موجود داخل الجول. طبعا أفضل مباراة هي كانت ضد خيطان، صديت فيها وايد تصديات وتألقت فيها وفزنا.
طبعا هذه المنافسة تصير منافسة شريفة بين أصدقاء وليس عدو حق رفيجي. وطبعا أول منافسة شريفة تكون يعني جميلة جدا ما بين الأصدقاء داخل الملعب، وأنا أشجعه وهو يشجعني. طبعا هو يتكلم مع اللاعبين لأنه هو صفته أنه آخر لاعب بالفريق ويشوف الملعب كله. التفاهم اللي بيني وبين صديقي داخل الملعب عزيز الفيلتشاوي اللي هو الدفاع اللي قدام داخل الملعب. طموحي إني ألعب مع المنتخب وأرفع رأس دولة الكويت وأحترف برا بنادي أوروبي. قدوتي محليا سمير سعيد وعالميا بيتر شمايكل. احنا كلاعبين محتاجين الاحتراف والمنشآت الجيدة. طبعا اللي دائما يشجعني واقف معاي من وانا صغير الوالد الله يحفظه ويطول بعمره، هو معاي من وانا صغير للحين انا عمري 15 سنة. طبعا اول شيء اذا تبي تكون ناجح بالدراسة وبالرياضة، اول شيء تنسق وقتك وتروح النادي فقط ساعة ونص ساعتين بالكثير، وانت ترجع البيت تذاكر، خصوصا اذا كان عندك امتحان تقدر تعتذر من النادي انك ما تيجي بس هالتمرين وترجع البيت تذاكر. نصيحتي اللي ما يلعب رياضة لازم تلعب رياضة عشان لا تطلع عليك الأمراض. وإحنا الحين قاعد نشوف طبعا السمنة زائدة داخل البلد، والأطفال سمنة بكثرة كلها من يقعد قدام التلفزيون ويلعب وياكل. عبد الله محمد المشوح من نادي حيطان، الفئة العمرية شباب آخر سنة لعبت الجلة. قصة دخول ألعاب القوة صادفنا كابتن محمد بن هدال بالجمعية فنصحنا ندخل ألعاب القوة. أول ما دخلت لعبت 100 متر ورمح وجلة، وشافني الكابتن مناسب للجلة والرمح ولعبت الحمد لله، خذيت مراكز أنافس على المراكز الأول ثلاث، أول ثلاث مراكز دائما أنافس عليه. في فترة كورونا كلنا وقفنا طبعا، فراحت مني سنة ناشئين آخر سنة وشباب أول سنة، والحين إحنا شباب ثاني سنة لحد الآن ما لعبنا لا شباب ولا ناشئين، راحت علينا. بعد ما رجعنا من كورونا أكثر شيء ركز فيه الكابتن التكنيك واللياقة البدنية، نطور التكنيك واللياقة البدنية حق اللعب. زادت عدد الساعات بالتمرين كتمرين اللياقة البدنية وتكنيك، وأكثر شيء كان يركز عليه التكنيك واللياقة البدنية. أول شيء بالرمح خذيت ثالث أشبال، وخذيت ثالث بأشبال بعد جلة، مرتين ثالث بالجلة ومرة ثالث بالرمح، وآخر بطولة قبل كورونا 2019 خذيت ثاني بالجلة. رغم حاليا بالجلة بالتمرين 15 واسع 19 متر إن شاء الله. بسبب الكورونا الحين التمرين صار 3 أيام إلى 4 أيام بالأسبوع، فنحاول كثر ما نقدر نتمرن ونعدل الأوقات حق التمرين والدراسة والناس بين الدراسة والتمرين وننسق بينهم. أول تمرين نسخن مسافات 3 لفات تسخين لين يسخن الجسم، وبعدين استرتشات، وبعدها نطلع على الرمي والحديد. أهم شيء اللعب الرمي واللياقة البدنية، وبعدها القوة والتكنيك، وأهم شيء التكنيك واللياقة والقوة. أهم شيء الحديد كلاعب رمي يقوي كل عضلات جسمه عضلة عضلة. اللي كان ينافسني بالرمي كابتن أحمد، وكان يبلي عيال نتمرن معهم، كان في تنافس وروح رياضية. وزميلي بعد أحمد خلف اللي شجعني بالرياضة أول شيء كانوا عيال خالتي والكباتن وزملائي. طموحي للعب القوة إني أدخل منتخب وألعب آسيا وإن شاء الله الأولمبيات. إحنا كلاعبين ألعاب قوة محتاجين زيادة بالبطولات ومعسكرات ومنشآت رياضية. قدوتي بلعب القوة بالرمي أحمد دبل ومشاري سرور، أتمنى أصير مثلهم وأقوى. الواحد عشان يكون لازم ناجح بالرياضة والدراسة ينسق، وأهم شيء جدول التمرين، نسق جدول التمارين على الأيام اللي ما عنده دراسة فيها يكون فاضي فيها. نصيحتي للي ما يلعب رياضة راح تأثر عليك حاليا وبالمستقبل، وراح تفيدك كصحة وجسم ولياقة بدنية.